هذا الكتاب استطعتنا ان ننتقل به ومنه الى بقاء لا يعرف المثاليه، يعني مستمع في المسائل تحت تلك الخطاب، لكن استطاعت هذا المجتمع ان يقود خصومات ومشاكل باستمرار وبدون توافق، وان عدد التفاعل والعطاء والتواصل مفتوحه باستمرار. المجتمعات ما هي مميزه واحسنيه في الطب تساءلت مع الامر ونشر في السودان. هذه المجتمعات اساس الفعل فيها تراكمي، تراكمي يعني شيء مع شيء مع شيء مع شيء، الثمره تطلع بعد سنين بعد عشر اعوام. كيف هذا التراكم؟ في انسان يستطيع ان يتفهم بثمارها، هل هي سيئه او خيره، هل هي ناجحه او فاسده الان او بعد شهر في حاله، لان كل انسان فينا يتفاعل مع كل كلمه تقال في هذه الندوات بطريقته الخاصه وبما هو مستقر في ذهنه وفي قلبه قبل ذلك، ثم يخرج من هذا المسجد ويتفاعل معها بالطريقه التي يراها. احدهم ينسي كل سلبيه وقعت من المتحدث او من الكلام، والاخر ينسي كل كلمه قالت عقيده ويفكرها على انها سيئه ولا تحتمل الا سيئه. فكل النتائج التي نذكرها الان هي نتائج تراكميه، وهذا هو عين الحكمه من خلق الله تعالى لنا، لان هذا الامر هو عين امتحان الله تعالى للمؤمنين والصادقين والذين لا يملكون الا الخير والصلاح لمجتمعاتهم، يضم في تفاعل وعمل تقوم باستمرار لهذه الفتائل التي لا يعلمون تحققها في اليقين ان وجود الاسرار والمنحلين والسارقين وقف على ذلك الى اخر قائمه هو في حقيقته امتحان وابتلاء لصدق الصالحين والنبلاء والاولياء من ابناء المجتمع. اذا انفصل وتناقض وتخلق عن رسالتهم وتبقى يحكم في قلوبهم فانهم في هذه الحاله لا يقبلون هذا الدين ولا يقبلون هذه الرساله ولا يقبلون مجتمعاتهم، انما هم يسقطون في اعين انفسهم اول حين، ثم انهم لا يجدون لانفسهم مكانا في تاريخ مجتمعاتهم. ان الذين دولتهم المجتمعات في تواريخها المجتمعات الصالحه والفاسده والمجتمعات المسلمه وغير المسلمه لم تدول من مصلحيها ولا من المسلمين على ابناء جبالهم الا اولئك الذين تجردوا من اهوائهم ونزعاتهم الخاصه، وكلما آووا إلى قوت يومهم حاكموا أنفسهم فيما قالوا تلك الكلمة ولما قالوا تلك الكلمة لما صدوا ولما أقبلوا لما حسنوا ولما هدوا. كل هذا التفاعل الذي أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو حقيقة يجب ان نعيشها عندما نحاول ان نتخطى مشاكل مجتمعنا هذا، وفي وقتنا هذا عندما نحاول ان نفوزها او ان نحكم عليها او ان نقول فيها
أقول للمسيئة أو للمسلح يصح وأحسن. هذا ليس إعلان الكتاب الحديث، إنما هو تأكيد لانطلاق الحديث فيما أذكر، لأنه الحكمة الهائلة تقول عندما تضيف حقيقة عن التصديق، حقيقة العدل ويجمع الصالح، وفي أخرى لم يكن ذلك تتعارض مع الشرع كما يقال، أو دولة قانون أو دولة مدنية أو العدل بين الناس أو القاضي المسلم، وقل وقل إذا لم ذلك مما كان غالبا عنه، وكنا نحن به في أيامنا الماضية. كل هذه الحقائق قد كانت غالبا عنه عندما تميل حقيقة ما عن التنظيم، فإنها تصبح مجرات مستقلة عندما تأتي وهي تمشي على رأسها، عندما نأتي بها بجهلنا وبقلة معرفتنا وبأهوائنا وأطماعنا الخاصة التي لم تكن قبائلنا وجماعاتنا وأحزابنا والآن، عندما نأتي بكل تلك الحقائق الناصعة التي يرجوها هؤلاء الجنود الكبار الذين هم انتبهوا لهذه الانتباه وكبروا في صوت الليل في المنازل وتبعوا لاولادهم من ذلك ان يموتوا دفاعا من اجل ذلك تلك الحقائق وتلك الامهات واولئك الاطفال، كل هؤلاء يحلمون بتلك الحقائق التي نحن بزعمنا سوف ناتي بها اليهم، فالحذر الحذر أن نأتي بها وهي تمشي على رأسها، الحذر الحذر من أن تأتي تلك الحقائق المنشودة وهي تمشي على رأسها منفوشة بالنعم لا يهتدى إلى وجه من قفا عندما نحاول الخالقون والقادمون إلينا من الأمم الأخرى لا يقدمون العرض على الحقائق التي نحاول أن نلقي بها في وقت مجتمعاتنا. إن خلاف المجتمعات والتأسيس على الدنيا هو مسؤولية الفقهاء والمفاتيح وأبائنة الجامعات من فقهاء القانون وفي علوم السياسة وفي علوم الاجتماع وفي الاقتصاد وفي انتهاء البلاد وفي علوم اخرى جميعها هي مسؤوليتهم، وقد سقط العذر